السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي التلاميذ في حصصنا لقناة الأستاذ رهواني سفيان. اليوم سنحاول في هذه الحصة أن نقوم بحل تمرين. هذا التمرين ورد في بكالوريا 2019 عن المجال الثاني اللي هو الكيمياء الحيوية، وقلنا لازم نرجع منين ذاك، نذكركم بالتمارين ودروس إلى آخره. نص التمرين هذا اللي كان في الموضوع الثاني مقسم إلى جزئين، هو الجزء الأول وهو الجزء الثاني، معناها ما عندهمش علاقة ببعضهم البعض. الجزء الأول كان يتكلم عن ماذا؟ عن الأحماض أو الجليسيريدات الثلاثية، التريجليسيريد. كاين كثير اللي يقول لك باللي كي نتكلموا على ثلاثيه الجليسيريد معناها الاحادي والثنائيه ماهيش مبرمجه، وهذه النقطه خاطئه لدى الكثير من التلاميذ. لذلك حتى ويكون نحن كاساتذه وندرس ونتكلموا على ثلاثي جليسيريد ثلاثي جليسيريد، بصح لما ما نتكلموش على ثنائي واحادي معناها الثنائي والاحادي ماهوش مبرمج، لا بالعكس. والحمد لله كان في هذه السنه كان تنبيه كثير على هذه النقطه، لأن هذا التمرين دار بلبلة في البكالوريا شوية في السنة الماضية، من كثير من التلاميذ عانى وما قراوش صيغة السؤال ثنائي جليسيريد ولا ثلاثي، والله شافوا كلمة جليسيريد خدموا وكان فيها أخطاء. الحمد لله كان فيه تنبيه في هذه النقطة، لذلك لازم نقراو نص التمرين مليح. قال لك باللي عندك في الجزء الأول ثنائي جليسيريد، ثنائي ركزوا على كلمة ثنائي. كان قادر يقول لك أحادي، كان قادر يقول لك ثلاثي، هكذا. ثنائي جليسيريد أ يدخل في تركيبه الأحماض الدهنية التالية اللي هو حمض الأراشيدونيك وحمض البالميتيك. هذه الصيغة النسبة مفصلة، وهذه أعطى لك الصيغة أو الرمز اللي هي السي 20، ربعة عنده ربعة روابط مضاعفة، و20 معناها عدد ذرات الكربون، 5 8 11 14 معناها موقع الروابط المضاعفة، أما الرمز دلتا وهو رمز الرابطة المضاعفة. حمض البالميتيك أعطى لك صيغة النصف مفصلة، نقدموا بصيغة نصف مفصلة بأن بما أنه مشبع، رانا نشوفوا بلي عنده 14 ذرة كربون في الوسط، وهنا عنده ذرة كربون هنا معناها عنده 16، معناها من الشكل سي 16 صفر، خلاص هذا هو الرمز تاعه. أول سؤال، أكتب معادلة تفاعل أكسدة حمض الأراشيدونيك بواسطة كامانوكات في وسط من حمض الكبريت اللي هو H2SO4. السؤال الثاني، جد الصيغ النصف المفصلة الممكن لثنائي الجليسيريد. لازم نعرفوا باللي كيكون ثلاثي شحال عنده، ويكون متجانس شحال عنده صيغة، كيكون ثلاثي وغير متجانس معناها زوج متشابهين وواحد مختلف شحال عنده صيغة، كي يكون غير متجانس في ثلاثة مختلفين شحال عنده صيغة، وكي يكون ثنائي متجانس شحال عنده صيغة، كي يكون غير متجانس شحال عنده صيغة، وكذلك يكون أحادي. لازم هذو كامل لازم نعرفهم، هذه راح نخصص لكم إن شاء الله عليها حصة ونظرية ونتكلموا عليها. الآن أحسب قرينة اليود، هذا السؤال الثالث، إلي لثنائي الجليسيريد أ. سؤال رابع، ما هي قيمة قرينة التصبن إلي أس لثنائي؟ راكم تشوفوا كم يركز لك لثنائي الجليسيريد، معناها ثنائي وليس ثلاثي. بعد السؤال الثاني أول والجزء الثاني بعد نشوفوه بالعقل أو نقراه الآن وبعد نحلوه إذا حبينا نقراه. قال لك التحليل المائي لثلاثي بيبتيد يعطي الأحماض الأمينية التالية اللي هي جلوتاميك سيرين والأسبارجين. ألف صنف الأحماض الأمينية السابقة، باء أكتب الصيغة النصف مفصل لثلاثي البيبتيد التالي، عطى لك الشكل تاعه والكتابة تاعه بالترتيب، علما أن عطى لك صيغة نصف مفصلة. يتأين الأسبارجين عند تغير البي اش وفق المخطط التالي، اكتب الصيغة الأيونية أ بي سي، احسب قيمة البي اش اي تاعه، وجد الصيغ الأيونية المتواجدة عند 8. واضح؟ أيوا. نشرع الآن في حل التمرين. عندنا الجزء الأول اللي هو ثنائي جليسيريد، هذا الثنائي جليسيريد ما به؟ قال لك يدخل في تركيبه الأحماض الدهنية التالية اللي هي حمض الأراشيدونيك وحمض البالميتيك. أكتب معادلة تفاعل أكسدة حمض الأراشيدونيك بواسطة كامانوكات ووسط حمضي. الآن كاين كثير
لربما يبدأوا يكتبوا هذا الشكل، احنا نبدأ نكتبه بعد نركز نصغره. الآن الحل، نشرح في الحل. نكتب صيغة الأراشيدونيك صيغة النصف مفصلة. نبدأ اللي هو عندك سي واش، وبعد قال لك عندك سي آ، عندك رابطة مضاعفة فاش في خمسة. أيوة دوك نشوف هنا عندك واحد صافي، هنا شحال؟ أربعة، هذه الخامسة درت كربون. بعد ذلك هذه خمسة، هذه ستة، ومن بعد سي اش اثنين، وبعد رابطة مضاعفة في الموقع ثمانية. دوك هنا نضطروا نحو هذا، عفوا ونكتبه، نكتبه صيغته سي اش، سي اش ني سي اش، راح يكون طويل، وبعدك نحاول نبسطه بطريقه اسهل. رابطه مضاعفه، هنا قلنا 5 6 7 8 9 10، الرابطه الاخرى في 11، صافي هذا الكربون رقم 12، ومن بعد الكربون رقم 13، ومن بعد الكربون رقم 14 اللي هي هذه الكربون. بعد ذلك سي اش 2 سي اش 3، قلنا هذه 14، هذه 15، هذه 16، صافي هذه شحال نبقاو لك؟ نبقاو لك 4. ايوا دوك الان نحاول نصغر فيه، كاين اللي يخليه هكذا يبدا يخدم عادي، بصح انا نحاول نصغر فيه. راكم تشوفوا باللي، لاحظوا معي، نقدر نكتب في هذه الجهه ننقص لها كربون منها، ننقص كربون هنا، رب واحد أربعة خمسة، عفوا أخطأت، معناها ماشي أربعة، هنا ثلاثة، عفوا هنايا عندنا ماشي أربعة، عندنا هنا ثلاثة، هنايا عندنا سي أش، سي أش ثلاثة، لأنه هنايا وحدة وهنا ثلاثة أربعة، هذه الخمسة، هذه رقم خمسة، أيوا خلاص، عفوا هنا. الآن نقدر نحو ذرة كربون من رقم ثلاثة هنايا، تولي عندكم سي أو أو أش، تبقى لك سي اش 2 شحال مره؟ زوج، نحينا وحده. الان نديروا سي اش 2 هنا، نفتحوا قوس، شحال عندك رابطه مضاعفه؟ بقات عندك سي اش رابطه مضاعفه سي اش، هايوا شحال عندنا من رابطه مضاعفه؟ عندنا وحده اثنين، كاننا راح نديروا كل الان هذه اللي هي نحكي نحو سي اش 2، تولي سي اش 2 مع هذه وحده، ومن بعد هذه اثنين، ومن بعد هذه اللي هنا ثلاثة، ومن بعد من هنا شحال؟ أربعة، معناها نديرو سي اش اثنين سي اش سي اش أربع مرات، ومن بعد شحال تبقى لك؟ تبقى لك سي اش اثنين أربع مرات سي اش ثلاثة، نتأكدوا منهم، هنا اللي راهم الداخل عندنا ثلاثة مضروبين في ربعة، شحال ولاو؟ ولاو 12 ذرة كربون، وهنا عندك زوج، شحال ولات؟ ولات 14 15 16 وهذا ربع 20. نقدر نكتبوه نبسطوه بهذا الشكل يجي اسهل، كيما رانا كتبناه الان في هذا الاطار، راني نديرو في اطار، هاني بسطته، لانه من بعد لو نكتبوه في الصيغ ثلاثي جليسيريد راح يتخلط لنا هكذا. هذا كي نكتبوه الان او ناكسدوه، كي ناكسدو هذا او كي نحب كيما نحبو ناكسدو الان، لازم بوجود ماذا؟ كأمينوكات وحمض الكبريت H2SO4. الآن هنا هذا من اللي هنا يعطي لي ثنائي الحمضي، معناها يعطي لك CH2 ثلاث مرات COOH COOH، هذه مرة، ومن بعد درك هنا هذه منا، هذه وحدة، وهذه زوج، وهذه ثلاثة، معناها زائد هذا الثنائي الحمضي، معناها سي اش اثنين، منا سي واش، ومنا سي واش، شحال قلنا؟ ثلاث مرات،
زائد ماذا؟ زائد هذا اللي بقى لك، اللي هو سي اش 3، هذا احادي الوظيفه الحمضيه. سي اش 2 شحال من مره؟ اللي هي 4 سي او او اش. واضح؟ واضح. هذه اكسده حمض الاراشيدونيك. الان نشوف السؤال الثاني، جد الصيغ النصف مفصله الممكنه لثنائي الجليسيريد. ايوه، نفتح صفحه جديده. احنا واش قلنا؟ قلنا عندنا ثنائي الجليسيريد، نقدر يكون عندكم سي اش 2 او سي او، سي اش او سي او، وهنا سي اش 2 او اش. احنا رانا درنا الثنائي، يقدر يجي في الموقع الفا وبيتا، يقدر يجي في الموقع الفا والفا فتحه، ويقدر يتعكس هذا اللي كان في الفا يجي في بيتا، وبيتا يجي في الفا. معناها شحال عنده صيغ؟ عنده ثلاث صيغ. نعاود نكتبها بشكلنا كمثال، يجينا مثلا ا هنا ويجينا بي هنا، هذا الموقع الفا بيتا والفا فتحه. يقدر يجيك هنايا بيتا بي وهنايا ا. ايوا، يقدر يجيك هنا ا وهنا يجيك بي. كاين اللي يقول لك ندير من بعد ندير بي هنايا و ا هنايا، هذا هذه عفوا هذه وهذه كيف كيف، لما نقلب المركب 180 درجة يولي كيف كيف، لذلك نولو نستغناو على واحدة. دوك نمر عليهم في ثلاثة. لما نشوف نفرضو مثلا عندنا ثلاثي جليسيريد، والله خلوها لسه حصتها واحدة، نكملو التمرين تاعنا. الآن واش راح يجيك هنايا؟ نكملو التمرين تاعنا، راح يجيك هنا اللي هو سي سي اش 2 زوج مرات، ومن بعد واش تجيك؟ نفتحوا القوس، سي اش 2 سي اش رابطه مضاعفه سي اش، ونغلقوا القوس. شحال مره؟ ثلاث مرات. هاي نكملوا الخدمه تاعنا، ومن بعد واش يجي؟ تجيك سي اش 2 شحال؟ ربع مرات سي اش 3. عفوا هنايا، هنايا ربع. واش يجيك في الموقع الفا؟ يجيك الحمض الدهني بيتا اللي هو سي اش 2 14 مرة سي اش 3. هذه الصيغة الأولى. نشوفوا الصيغة الثانية. الآن نقلبوا بي، الحمض بي يجي في أ و أ يجي في بي، معناها تجيك سي اش 2 أو سي أو سي اش 2 14 مرة سي اش 3. وهنايا قلنا نعكسوا، سي اش أو سي أو سي اش 2 مرتين، ومن بعد سي اش 2 سي اش رابطة مضاعفة سي اش ربع مرات سي اش 2 ربع مرات سي اش 3. وفي الموقع الفا فتحة يبقى هو هو. الآن نكتب الصيغة الثالثة لما يكون واحد في الموقع الفا وواحد في الموقع بيتا. واش راح يكون عندنا؟ يكون عندنا سي اش 2 او سي او سي اش 2 مرتين سي اش 2 سي اش رابطة مضاعفة سي اش سي اش ربع مرات سي اش 2 اربع مرات، وبعد سي اش 3. الموقع بيتا نخلوه فارغ، اللي هو سي اش او اش وسي اش 2 او سي او سي اش 2 14 مره سي اش 3. هذا هما الصيغ، عندكم صيغه 2 3.
هذا هو الصيغ النصف مفصل المحتملة لمن؟ لثلاثي أو ثنائي غليسيريت. الآن نواصلوا حل التمرين تاعنا. السؤال الثاني اللي هو وش كان؟ كان طلب منا أننا نحسب ماذا؟ نحسب قرينة اليوت. قرينة اليوت هاي هاوليك. حساب قرينة اليوت، احنا وش لدينا؟ لدينا نعرف كما نعلم أنه واحد مول منين؟ من ديغليسيريد، دي هو ثنائي يقابل لك شحال؟ يقابل لك بما أنه ثنائي غليسيريد كي نفعله شحال يتفاعل مع اليود هنا هذا المركب؟ احنا عنده ربع روابط مضاعفة، معناها اثنين في اثنين معناها شحال؟ أربع روابط مضاعفة، معناها يقابل لك ربعة مول منين؟ من اي اثنين. أيوة. الآن الكتلة المولية نتاع الديغليسيريد تقابلها لك ربعة في الكتلة المولية نتاع اي اثنين، ونعرفوا باللي هي 100 غرام شحال تقابلها لك؟ اي لاي. هنا واش يخصنا؟ تخصنا الكتلة المولية تاع من؟ نتاع ديغليسيريد. عندنا باللي ام نتاع ديغليسيريد كي نديرو عملية الإماها معناها نحتاجو زوج جزيئات من، معناها اثنين في ام تاع من؟ تاع اش اثنين او. هذه واش تساوي لك؟ تساوي لك ام نتاع الجليسيرول زائد ماذا؟ ام تاع الحمض الدهني كمثال اللي هو الاراشيدونيك نرمز له بأ، أيوة، وحمض البالميتيك نرمز له برمز بي، معناها ام لي أ زائد ام لي بي. احنا نحتاجو ام ديغليسيريد، معناها ام ديغليسيريد واش يساوي لك؟ يساوي لك ام تاع الجليسيرول اللي نعرفوها اللي هي كي نحسبوها نلقوها 92 زائد ام نتاع الحمض الدهني ا تاع الاراشيدوني كي نحسبوها نلقاوها 304 زائد ام نتاع الحمض الدهني بي اللي هو هذا المشبع كي نحسبوها نلقاوها 256 ايوا ناقص الكتله المويه تاع الماء نعرفوا بلي 18 في 2 36. كي نحسبوا هذه كامل نتاع الثلاثي ثنائي غليسيريد راح نلقاو 616 غرام على المول. هذه هي الكتلة المولية. نروح نعوضوا في القانون. عندك اي لي اي واش يساوي؟ 100 في 4 في الكتلة المولية تاع اليود اللي هي 127 في 2 254 نقسمه على من؟ على 616. احنا لازم نحطوا القانون اي لي اي واش يساوي لك؟ يساوي لك 100 في ام نتاع اي 2 في 4 اللي هي عدد الروابط المضاعفه نقسمه على ام دي غليسيريد. ايوا كي نحسبوا بالتعويض العددي نلقاو باللي 164.93. ايوا بنفس الطريقه نحسبوا اي لي اس. اي لي اس نعرفوا احنا باللي عندك واحد مول منين؟ من الديغليسيريد تقابلها لك شحال من الكاواش؟ تقابلها لك 2 مول. لو كان جا ثلاثي نديرو 3 مول، لو كان جا احادي نديرو 1 مول، بما انه ثنائي نديرو 2 مول منين؟ من الكاواش. معناها الكتله الموليه نتاع الديغليسيريد قبل لك قلنا هي عدد الميليغرامات اللازمه لتعديل الاحماض الدهنيه الحره او والمتشكله على شكل ثلاثي غليسيد في 1 غرام من الماده الدهنيه. احنا ما عندناش احماض دهنيه حره، معنا عندنا غير ثنائي غليسيريد، معناها 2 في الكتله الموليه اللي هي 56 نحولوها الميليغرام في 10 قوه 3، وهنا عندك 1 غرام تقابلها لك شنو؟ اي لي اس. الان اي لي اس واش معناها؟ معناها اي لي اس تطبيق عددي، نعرفوا بلي 2 في 56 في 10 قوة 3 نقسموها على 616
شحال نلقاو اي لي اس؟ راح نلقاوها باللي هي 182.14. وهذا هو الخطا اللي كانوا بزاف العام اللي فات خطاوا فيه، ما داروش 2، داروا 3. وهذيك 3 هو واعرفوا بلي ثلاثي جليسيريد، بصح ها هنا ثنائي معناها نديروا 2. ما نتعلموش نحفظوا القوانين، نخرجوهم وانما نخرجوهم. ها لو كان نرجعوا القانون من قبل، حنا نشوفوا شكون كنا نديروا 1 مول تقابلها لك ماذا؟ تقابلها لك 3 مول كمثال لانه ثلاثي. الان هنا راه 1 مول تقابل لك 2، لانه علاش؟ لانه دي جليسيريد. كون جا مولو جليسيريد اللي هو احادي نديروا 1 مول، ما نتعلموش نحفظوا هكذا. الان هنا حسبنا الي اس والي اي الفرع او الجزء الاول هنا كملناه. دوك الان نروحوا نشوفوا الفرع الثاني اللي هو سهل. التحليل المائي ثلاثي بيبتيد يعطي الاحماض الامينيه التاليه اللي هي اسبارجين سيرين وغلوتامين. صنف الاحماض الامينيه السابقه. هاوليك نشوفوا السيرين. السيرين الجذر تاعو واش راه كاين؟ ها هو الجذر تاعو. واش نقولوا الحل؟ السيرين ها نقولوا حمض اميني خطي، ايوه عنده او اش معناه هيدروكسيلي. ها ايوه نروحوا للجلوتامين، عنده في الوظيفه في السلسله الجانبيه عنده سي او اش اللي هو الجلوتامين، حمض اميني خطي نديرو حامضي. ايوه نروحوا للاسبرجين. الاسبرجين كاين بزاف كي يشوفوا في الجذر عنده ان اش 2 ينسوا بلي هذه الوظيفه سي او ان اش 2 هي وظيفه الاميدات، يروح يقول لك حمض اميني قاعدي. وهذا هو الخطا اللي بزاف يوقعوا فيه ووقعوا فيه في السنه الماضيه. الاسبرجين هو حمض اميني وشنو قلنا؟ خطي اميدي، اميدي وليس قاعدي. ايوه السؤال الثاني، يتأين الاسبرجين عند تغير البي اش وفق المخطط التالي. عطاك المخطط وسهل لك العمل، واضح. الان في ا واش راح يكون؟ راح يكون الاسبرجين حامضي كامل، معناها الوظيفه هذه هنا نشوفوش هذوك كاين اللي يغلطوا يروح يدير لك هذه هنا ان اش 3، لا هذه وظيفه الاميدات وشفتها العام اللي فات في تلاميذ بزاف داروا هنا ان اش 3 خطا. هذه وظيفه الاميدات ما نمسوهاش، روحوا الوظيفه هذه والوظيفه هذه تاع السي واش والان اش 2 هذه الاصليه. معناها يكون ا وش يكون؟ يكون سي او او اش لانه في الوسط الحمضي ما تمسش سي اش. الوظيفه هذه ان اش تكتسي ببروتون، درناها في الوسط الحمضي تولي ان اش 3 زائد. وهنا عندكم سي اش 2 ومن بعد سي او ان اش 2، هذه الوظيفه هذه الصيغه تاع ا. الصيغه تاع بي بما اننا راح نمر على البيكا ا واحد، معناها البيكا ا واحد رانا نوصل القاعده، معناها البيكا ا واحد هو اللي يفقد هذه تاع البيكا ا واحد اللي هي الوظيفه هذه خاصه بالبيكا ا واحد، معناها هذه اللي تفقد لنا. معناها كي تفقد واش تولي؟ تولي سي او او ناقص سي اش ان اش 3 زائد سي اش 2 سي او وظيفه الاميدات ان اش 2. هنا راك تشوفوه بلي متعادل كهربائيا، معناها بي اش اي نحسبوها هنا للصيغه هذه اللي هي محصوره بين البي كا ا واحد والبي كا ا 2. الان الصيغه اللي بعدها، الصيغه اللي بعدها اللي هي راح نمروا على بي كا ا 2، معناها تولي عندكم سي او او ناقص سي اش ان اش 2 فقط سي اش 2 سي او ان اش 2. هذه هي الوظيفة لما أو يكون في الوسط القاعدة، يكون هنا قاعدة قاعدة. أما هذه وظيفة وظيفة الأميدات ما نمسوهاش. أيوة. السؤال اللي بعده، أحسب قيمة البي اش. رانا نلاحظوا بلي البي اش اي محصورة بين بيكا ا واحد وبيكا ا 2، معناها بين 2.08 و 8.8. معناها بي اش اي هذه صيغة سي، بي اش اي واش يساوي؟ يساوي لك بي كا ا واحد زائد بي كا ا 2 ونقسمها على 2 بالتطبيق العددي اللي قلنا 2.02 زائد 8.8 ونقسمها على 2 راح نلقاو القيمة اللي هي 5.41.
بي اش تي تسوي لك 5.41. نشوف السؤال اللي بعده. قال لك جد الصيغ الايونيه المتواجده عند بي اش يساوي 8. ايوه ركزوا مليح هنايا في هذه النقطه، نحذفوا هذه الكتبه. واش قال لك؟ قال لك اعطي لي الصيغ الايونيه عند 8، عند النقطه 8. نشوفوا 8 عن وجهتنا، 8 بالتقريب راح جينا هنا مثلا. هنا احنا قلنا عند البيكا 2 تكون 50% قاعدي و 50% حامضي. نفتح الصفحه هذه، شوف كي نرسموا هنايا جاتنا بيكا ا 2، هنايا البيكا ا 1. هنا عند البيكا 2 50% يكون قاعدي و 50% واش يكون؟ يكون متعادل، اللي هي الصيغه هذه اللي تجيكم هنا عند البي اش. هو هذه القيمه 8.8، هو قال لك اعطيني عند 8. ونفس الشيء لو كان يجوا عند البي كا ا 1 تجيك 50%، 50%. بصح هو قال لك عند 8 ما هي الصيغ المحتمله، كانه قال لك اعطيني الصيغ المتواجده عند هذه القيمه، الصيغ الايونيه المتواجده. كون قال لك اعطيني الصيغه السائده، راح ندو الصيغه هذه اللي تكون في القيمه عند القيمه هذه، قلنا ا هذه بي وهذه سي. وكان يقول لك السائده، كلمه السائده ندو بي فقط. بصح كي قال لك المحتمله اكيد راح تكون كاينه نسبه من سي ونسبه منين؟ من بي. اذا راح نكتبوا الصيغ المحتمله اللي راح تكون عند الصيغ عند بي اش يساوي 8. الصيغ المحتمله هي وشنو؟ هي صيغه بي اللي كانت سي او او ناقص سي اش ان اش 3 زائد و سي اش 2 سي او ان اش 2. وصيغه السي اللي كانت قاعديه اللي هي سي او ناقص سي اش ان اش 2 سي اش 2 سي او ان اش 2. معناها الصيغ المتواجده المحتمله عند 8 كاين زوج صيغ. صح لو كان قال لك اعطي لي الصيغه السائده عند 8 راح ندو صيغه بي فقط اللي هي تكون سائده. واضح؟ عاودوا حلوا التمرين هذا وان شاء الله نكون وفقنا في شرحه ونحلوا بالعقل كل مره تمرين 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 حتى نوصل الافكار لجميع التلاميذ. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.